في الوقت الذي يشتعل فيه الشارع الإسرائيلي غضباً على نتنياهو وحكومته في قضايا أبرزها الأسرى المحتجزون في غزة، تأتي هذه الصورة التي التقطت أثناء حفل عشاء شارك فيه رئيس الوزراء وزوجته سارة نتنياهو مع جنود في القدس أثناء عيد الفصح اليهودي. إذا ما تمعنا جيداً تظهر صورة للأسرى الإسرائيليين المحتجزين التي تبدو بمثابة رسالة على حضور قضية المحتجزين عند الرئيس وزوجته، لكن هذه الصورة جاءت بمفعول عكسي وأثارت عاصفة من الانتقادات والتعليقات، منها ما كتبه صحفي إسرائيلي: عائلة نتنياهو حشرت 133 أسيراً في كرسي واحد وصورة. آخرون على وسائل التواصل اعتبروا الصورة مرآة على أهمية المحتجزين لدى نتنياهو وعلقوا: انظروا إلى صورة المختطفين، إنها صغيرة جداً، هذا هو حجم اهتمام الرئيس بقضيتهم، إن 90% من اهتمامه يذهب لنفسه ولزوجته. وبالحديث عن زوجته التي شاركت الصور عبر حسابها في إنستغرام، وقد ظهر أنها أجرت تعديلاً على وجهها ما جعلها تبدو أصغر سناً، الأمر الذي أثار انتقادات أيضاً، منها ما كتبه ناشط إسرائيلي: إن أي محاولة لتشويه الحقيقة والكذب على الجمهور واختلاق واقع بصري ملفق ستقابل بالإشمئزاز الشعبي.